الاسم قدور علي احمد الشحي، فهذا المحل بيت الله يرحمه الوالد، يعني بيت قديم هذا تقريبا فوق 70 80 سنه تقريبا، ممكن ازيد بعد لحسب ما انا يعني اتذكر الامر. زين، طبعا هذا البيت ما تشوفوه اول يبنوه عن طريق منه، ما في طريق مقاول ما مقاول، الجيران بروحهم يساعدوا، بنوا اسبوع اسبوعين، حد يب حصى منه، حد منه، حد منه، حد يب حطب فوق يسموه دعن، زين، وحد يسوي حطب مربع وفوقه شو دفان. فهذا قريب من النادي الاثني منطقه الشرقيه، هاي في مكان ثاني حسب ما تشوفه، يعني حد يشيل حصى منه وحد يشيل منه ويتكون البنيان ويعمر يتم فيه مده، ما يقول مثل هذا بيصدي او بيخترب، ما فيه صيانه، ما في حل، ما هو حصى وطين وفوق ما كان بعدعون نسميه صخبر، وفوق الصخبر يحطوا هباب، وفوق الهباب يحطوا دفان. زين، يتم 20 سنة 30 سنة ما يخر ولا يحتاج لصيانة ثاني مرة، هاي بيت واحد طول الأمر والحمد لله. ولكن الحين تتطور البلد وتتقدم البلد، زين، في سميت وفي صبيات حديد، الحين المهندسين يقولوا هذا الحديد يقاوم، لك انا عندي بالعكس هذا يقاوم ازيد عن الحديد، الحديد يمكن 100 سنه ما بيكمل له بيصدي، يلا هدم البيت مره ثانيه. اما الحصى ما تتغير ثابته طول عمرها، لا تنصبغ ولا تبغى صيانه، بس ايش اللي فوقي مثل الفوق اسمه علب، علب هذا حطه يسموه علب، علبه هذا كان كثرت تشيل سقف كامل وتبدل اللي فوق. اما طوف الجدار ما يتغير حسب ما تشوفه، هاي الاولين يسموها صاله قدام الحجره، هذا هاي يسموها صاله، يعني بي الضيف يتعشين، يتعشين هاي صاله تعتبر، هاي الحجره السكن، هاي عباره صاله، هذا منها مثل ما تشوفوا هناك الموقد، لما يشبوا النار ايام امطار ما امطار يشبوا داخل ويطبخوا داخل. زين، بقى خلصوا منك حطوا القدر، وين هذا يسموه كينون، حطوا القدر هنا والخاطر هنا برا، بعد ما صلوا العشاء نلفوا هنا وجابوا الصينيه، عش الخاطر هنا، بينام مكان موجود، بيصير الله وياه، وهاي حياه الاوليين يعني. اما الحين مثل تقول واحد لو بيجيك ضيف بيتغدي او بيتعشي، لك الحمد لله وسيله شقه متروحه بدبي، ابو ظبي، دبه، كلبه، اي مكان يوصل. اول لا، اول اللي بيروح من يتعشي هنا او بيروح دبي او بيروح دبه او بيروح كلبه متى بيوصل؟ بلي يومين، بلي يوم ونص. لكن لا، نقول له انت بيت في الصباح، والصباح فلاح، تتقهوي، تتريق، وبعدين تفكر. طبعا الصبح قهوة عندي انا، ياري هذي عندي قهوة، الحين حق ياري، حق الجيران كلهم موجودين، خمسة، ستة، أربعة، وتقهوي وعندهم كلهم الجماعة، وتفكر الضيف مالنا. الحين لا، الحين يوم بيجيك واحد بيتغدى عندك، بعد ما تغدى سيارته عنده، بيشغل وبيروح. وين يبغى؟ دبي، ابو ظبي، كلب، اي مكان، اي مكان، الحمد لله وسيله موجوده. اول كانت الوسيله قليله، ولا واحد يعني مطيه، ولا واحد كم يعني الحمار، ولا واحد يمشي، وهاي الحياه. ولكن احنا انا اقول عن نفسي، اتكلم ما اتكلم عن الاخرين، انا اتكلم عن نفسي، اشوف الحياه الاوليه افضل واحسن عن الحين. بين الحياه الاوليه هذه بيتك، زين، على فنر، فراي، لا دفاع كهرباء ولا تليفون ولا نت، مرتاح الحمد لله. وماشي كان ما كنا نشتغل يعني في وظائف حكوميه، الشغل قليل، ابلي بال، حد جاب حطب، بيع لي تيس، حد جاب لي اسل، اشتغلنا في البلاد
ماشي الحمد لله، والراحة حلوة، وفي الأولين فيها كرم، الأولين فيها كرم، لو فقير كريم يعشي ويغدي. الحين نادر موجود الكرم، لكن ما عندك الواحد يعني الحين يوم تدق الباب الرجال في الدوام والحرمة في الدوام إلا عن طريق الخدامة. الخدامة ما بتقول لك قرب، بتقول لك والله بابا في الدوام، ماما في الدوام. والحمد لله ماشي الأمور. أقول أنا أفضل يعني أنا نفسية أفضل حياة الأولية أحسن الحين. هاي كانت أول في أنواع البناء، في شيء منهم يجيبوا هذا، هاي يسموه تمي مال الحب، بعد ما دقوا الحب تم هاي التمي ماله، شوف التمي هذا، ويابوا طين، طين وخلطوه، سووا له جوارية، خلطوا الطين مع التمي هذا، زين؟ ونفرين ثلاث نفار يشتغلوا، يشلوا هاي التمي بدل السميت طين أحمر، هذا يمسك. هاي مثل اليص بنوا لين ظل اول بيت، وبعدين هذا خفيف يدقوه زين يسووا يصلحوه صلاح مثل السميد، هاي من تمي وطين احمر، هذا يأكب احسن عن السميد. طين احمر هاي يخللوه في الماء تقريبا على الاقل 5-6 ايام يخلوه في الماء مع مع مع, مع التمي هاي مع مع, مع, مع الحب هاي مثل هذا، هاي نعيم يحطوه في الماء مع الطين، يتم 5 أيام 6 أيام يتخلل يشبع ماء، يشبع الماء الطين يشبع وهذا يشبع. قبل ما يشتغلوا فيه يسموه مثل يص زين، هاي يتم يعني طول العمر ما يفني. للحين موجودة في مكانات بس أنت ما توصلوها، للحين موجود يمكن فوق 200 سنة هذا اليص، هالبناء موجود حاليا موجود، ولكن أنت ما توصل إليه إنه مكان شوي بعيد ببال، وإذا كنا أول أولاد نصير هناك نسوي بيت بروحنا نتعلم البناء عن ابونا عن اللي اشتغلوا ويانا، احنا الاولاد يهال يتعلموا الاولاد. يوم شاف ابوهم يشتغل هنا هم راحوا بنوا هناك، بنوا سووا خيمه سووا غرفه يعني نفس الامنيه، يطلع الولد متعلم مثل ابوه زين. الله يعني يوم يروح الابو يتم الولد، اباله ليش؟ ماسك تاريخ ابوه، يبني يتكلم فاهم زين. ما انا بشتغل هنا ووالدي بقول في الدوام او والدي في المدرسه، زمان اول يعني مدارس عندنا قليله ما في مدارس نادر، يعني الولد شو شغله عند ابوه، شو ما يسوي ابوه هو يسوي، ابوه يبني هو بيبني، ابوه يسوي طبل هو بيسوي طبل، ابوه يحفر طوي بيحفر مثله، يتعلم الولد يعني يوم يكبر فاهم كل شيء، فاهم من منو ما مدرسة من تعلم أبوه، إن أبوه كان يعمل كذا كان يعمل كذا كان يصنع يبني يسوي طابل يسوي قربة يسوي حبل يحفر طوي زي هاي الأولين. وماشي الحال والله طاش أول البيت إلى بنو إلى حسب إلى حسب الجيران زين. أنا ما بسأي واحد من مكان بعيد، نحن الجيران كان بيت 5-6 نفار مثلا، تعالوا يا جماعة أنا ببني بيت أباكم وياي، قال طيب مثل كم ياخذ لي؟ بيطويطو اقل 10 ايام، بعد 10 ايام خلص البيت زين. زين بقى بسوي ثاني هنا وهي يشتغل يعني خلي يتكلف 15 يوم خلص البيت. انت عندك شغل؟ نعم والله انا بسوي لي بيت بعد واحد ثاني، تعال راح وياه بنوا زين. اول ما في طويان يسوي بركه، بحفر بركه، هذه البركه يحفروها وين؟ مجرى الوادي، بس يوم يجي المطر تنثلث ماي. البركه هاي يحفروها حفار، بعد الحفار جابوا لها يص طين احمر، هاي مثل اقول ليش؟ وهاي تبنها سووها بيص وحرقوا عليه نار من فوق،
هسه ما يتغير، تتم هالبركة طول عمرها ما تخترب. اللي طاح فيها حصى كبير مثل ممكن يأثر عليها، ما في الأطراف ما يأثر عليها، يشربوا من هالبركة. زين أيام الأمطار مفتوحة، أيام الصيف يفكروها من فوق. ما كان في دقون، أيام دقون قليلة يعني نادر، في دقون لكن نادر. جابوا لها حطها بعلب، يسموه علب من صدر أو من صمر، وسكروها من فوق وجابوا لها هاي نسميها احنا هباب، وسكروها عمشوها عن الوساخة تحتها وشربوا منها، أكلها منها من هالبركة. ما في ديلمات، ما في ما تحلية، من هالبركة من الله سبحانه وتعالى. يوم تجي الأمطار من هالبركة. ولك الحمد لله الحين في وسيلة وايد، الطويان موجودة والتحلية موجودة، ودولة ما مقصر الحمد لله، موفرين كل شيء. ولك يقولش أول يعني الحياة كانت صعبة، ولك في ناس عندهم حلوة، صح إن فيها مشق وفيها تعب، ولك ليش الحياة فيها ريولة، الحياة فيها شجاعة، الحياة فيها كرم، فيها يعني نغوة. الحين ما مثل ما أقول يعني ما مثل الأول، أول غير والحين غير. كان الحين بيجي خاطر من أي مكان، ما بيروح عني إلا تعشى عندي، ما بيروح إلا أذبح لي، لازم أذبح لي. أن تعشى عندي ما ذبح لي زين، أشوف نفسي ما 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 كارم الرجال. الحين بسوي له حي الله شيء، يعني النشامة ما مثل الأول، الكرم ما مثل الأول. الأولين راحوا فيك شلوا وياهم، ثم والناس الحين فيه، ما كل الناس، في ناس كرام وفي ناس تقول ها ناس، ما كل واحد. لكن الأولين غير، يعني نشامتهم وكرامهم واستقبالهم عند ريايل زين، الرمسة غير. أنت الحين بتسلمي لواحد يعني من الشباب الحين مالك له تليفون ويدقدق هالدقمه بالتليفون، وانت وياه اللي حسك بيضه واقفه عداله، احترم ماشي. اول ما فيها السوالف هاي، اول الضيف احترموه ويقوم بواجبه، وما يروح الا متعشي او متغدي، وما يروح الا ياخذ كرامته. الحين ما فيها السوالف هاي، يعني انا افضل الدهر الاولي زين بالنسبه لي انا، كان نفسي ما كان الاخرين، اشوف الدهر الاولي لي انا احسن زين. ولا بتقولي هذا مديون للدكان، لصابة ماركت، للبنك، ما فيها سوالف. عندي ريالين بشتري فيها، عندي خمس باخة فيها، وماشي الأمور والحمد لله. ولكن الحين الحمد لله جزاهم الله خير حكامنا، الخير فضيل والشي زايد، طول لأعمارهم والشباب مرتاحين، كل واحد بسيارتك سنتين خدم موتر جديد. أول ما فيها السؤال الفاير، أول بتاخذ لك بعير خمس درهم، وبتكده حطب سموه حمولة حطب زين، وما وإيش الحياة وياه، هلا ولد كلمة الحمار وهاي الحياة. يعني الله يرحم شوابنا الاولين يسووها، الحين احنا نقول صاله بالبيت، هاي استراحه البيت هاي، وهاي شوي الحين من هني لهذا، هاي حق خاطر اللي بيجيك، يعني الخاطر بيقعد هنا
يتقهوي بيتعشي. وقت النوم احنا رحنا داخل بهالغرفه وخاض نام هنا. وهاي ما مثل الحين كل واحد كل ولد بغرفه او كل بنتين بغرفه، لا اول احنا كنا ما لنا احنا كل مكان. هذا يمكن الناس عندهم استطاعه عندهم قدر غير، يعني الناس ما كل واحد، في ناس اصحاب المدن، ناس تجار قادرين يبنوا غرفتين ثلاث عندهم مدخول زين، في ناس يروحوا لنشات خشب ويت حرين سعودية، يروحوا ناس عندهم تجارة، يعني هذاك مستطيع يبني. ولكن مثلي أنا ما عندي أستطيع أسير الكويت والسعودية وأشياء هذا. ليش؟ أنا أشتغل داخل البلاد، يمكن كل يوم أحصل لي ريالين درهم أو درهمين، أعيش في حالي وأعيش في عيالي، آخذ لهم الموجود والحمد لله ماشي الحال. بعد ما خلصوا هذا البيت، بعد ما خلصوا البيت جابوا لي من فوق شو؟ حطب. صفوا الحطب مال سدن، ما في مربى ذيك الايام، اول في مربى قليل نادر. صفوا الحطب هالشكل. وجابوا لي من فوق جابوا لي هباب من اليبال اسبق ولا اسمط ولا صخبر حطوه فوقه. بعد جابوا دفان طين، جابوا الطين وحطوا عليه. فما حطوا الطين جابوا كم من حصى ركبوه زيادة، ودفنوا له مرة ثانية دفان حباب ودفان، خلاص ما يخر المطعم، ما يخر يطم طول عمره ما يخرمون. هاي بس لا، ما في سميث، ما في المنيو، ما في سبس، ما في شينكو، هاي بس يتم طول عمره عمر ما يخترب. يسوي ليه يعني مثل قولي سليب، مثل ما ينزل ينزل الماي يكون ما يتم فوق، لا خليه جهه وحده نازل وجهه وحده مرتفع، انه الماي يوميا سيده يروح، ما في مراذيب لا ديرك. من اليبل، من يبو من اليبل، يبل عدال. أنا اليوم إحنا خمس ستة انفار أول يابو الحصى من اليبل كودوه لين مكان واحد زين، لين الحصى جاهز. ويوم الثاني بدأوا بالشغل عشان ما ينقصوا من الحصى، ما كل واحد يجيب حصى من اليبل، لا يبو الحصى يمقوا مرة واحدة خمس أيام أربع أيام كودوا الحصى. عقب صار البنيان، صار البنيان ما ينقصوا من شيء، الماي مخلل عندهم بالتمي في الطين والحصى موجود شغالي. وهذا هي ايام الاول، ايام الاول زين عندنا الربع الربعيه وشتويه زين، يعني ايام الربع انا اقيض منظر خفيف زين يتكون من انواع الدرايش يسموها صفة زين، الحين يسموها سبلة، نحن نسميها صفة. هذه فيها الدرايش ومن قدام الباب مفتوح، يعني وسيع باب مفتوح مثل منه وهناك، هاي يستهوي. أيام الشتاء ننزل وين؟ بالمشتة، المشتة مالنا جاهز من قبل في البداية، ما مسوي جديد. يروحوا العيال مثل حرقوا فيه يسموها مقلة أو دخون، حرقوا في البيت زين، شبوا النار قدام البيت، وقدوا قدام البيت بس وناس كذا يعني، وتحولوا وسكننا في البيت. الحين لو واحد يبني لي بيت مثل يقول دورين وبيت كلفنا فوق مليونين مليون ونص زين، يذبح حق اصدقاء وحق ربع 15 ذبيحه 10 ذبايح زين، والله اتحول في البيت، اتحول في البيت. كان اول كان مستعير او يعبوه، الحين استقل لي بيت بروحه، ذبح للجماعة أول شيء فرحة، وثاني شيء ربعي شافوا بيتي وندلوا بيتي، وهاي الحياة. لا لا ما يطلع لي شيء، هاي يطلع في يحرقوا البان وخيل زين ومغل، هاي يحرقوا هذا الغيلان تروح ما تتم، يحرقوا المغل ويحرقوا البان والصخبر، هاي الدبة
يوم تشم ريحة الصخبر تطلع تشرد، ما في ما 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 في سم، لا صخبر البان المغل هاي يحرقوه في البيت، يحرقوه بالزار مال الغلم، زين الدواب هاي اشياء تروح. اول في بيوت محفور لها تحت بالارض، يوم تدش من الباب لهنا يوصل تحت حفره. هذا يعني ايام الشتاء بتقول داش بتنور حمو دافي. هنا هنا عندنا مناطق شرقيه ما استعمالها، لكن في مكانات يعني في مكانات بيوت محفور لها بالارض زين، وفيها دار المدار خروص مال الحب، يمكن 20 خرص 15 خرص فيها مال الحب، هاي الحب مخزن فيه ما يضيع. لو واحد يتحول من البيت يطلع يروح يطلع من البلاد شهر شهرين ثلاثه، هذا الحب ما يتغير مونيه، والباب مقفول، والباب قفله ما من برا، قفله من تحت، قفله من تحت. يلا اقول فيه فرق من بيت القديم والبيت الجديد، يعطيكم الف عافيه ومشكور، جزاكم الله خير.